قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثير فوق 300 راكب، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار، فغلبته عيناه حتى نام، وأعلن عن إقلاع الطائرة، وذهب الركاب، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندامة شديدة كيف فاتته الطائرة، ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابه، فسبحان الله كيف نجى هذا الرجل، كره أنه فاتته الطائرة، ولكن كان ذلك خيرا له. فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم، لا تقول لو أني فعلت كان كذا، إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصبر، انتهى الأمر، راح، سلم الأمر للملك الجبار عز وجل، قل قدر الله وما شاء فعل.